تسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار والوقوف على مسافة واحدة تجاه الأطراف المتنازعة، مبادئ تبقى ثابتة في نهج السياسة الخارجية للجزائر. هذا ما أكده أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب متلفز عقب قراره حل البرلمان وإجراء تعديل حكومي يستجيب لأصوات شعبية نادت بفشل بعض القطاعات الوزارية. الرئيس تبون عرج خلال خطابه على الساحل الإفريقي بدءا بالشقيقة ليبيا، حيث أعرب عن ارتياح الجزائر للاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون في سويسرا، إعادة إحياء اتفاقية السلم والمصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر خطوة باركها الرئيس، معربا عن بذل ما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد. وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، شدد الرئيس أن موقف الجزائر واضح في هذه المسألة، مؤكدا على أنها تبقى مسألة تصفية استعمار. وفي ذات السياق أكد الرئيس تبون عن قداسة القضية الفلسطينية في وقت تعرف هذه الأخيرة انتكاسة كبيرة وعمليات تطبيع متزايدة. قد ركز على النقطة الثالثة وهي البعد التحرري في مناصرة القضايا التحررية الذي يخص كل من القضية الفلسطينية والمسألة الصحراوية، كان واضحا جدا من خلال هاتين النقطتين. كذلك في النقطة الثانية البعد الجغرافي الذي يتعلق بحسم الجوار، وكذلك في حل القضايا الخاصة بالأزمة الليبية، ويبدو أنه كان مستبشرا بالحوار الليبي الليبي والذي كان من المسار الدبلوماسية الجزائرية في هذا الموضوع. عودة لافتة للدبلوماسية الجزائرية في ظل وضع بات يتطلب مزيدا من الجهود الوطنية للتوجه للحفاظ على المصالح الخارجية للبلاد، لا سيما الأمنية منها والاقتصادية.